جزاكم الله خيرا. يقول لدى زوجتي ذهب لم تلبسه منذ سنين، فهل عليه زكاة؟ وما قول الراجح في مثل هذه في مثل هذا الذهب؟ العبرة بنيتها، إذا كانت تنويه للاستعمال ليس به زكاة، ولو لم تلبسه إلا نادرا ليس به زكاة. وإن كانت نيتها له للقنية وأن تقتنيه للحاجة إذا احتاجت تبيعه، فهذا فيه الزكاة، كل ما حال عليه الحول فإنه يزكى. نعم.